سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يعني ربما كانت هذه الأزمة التي يعني شغلت العالم كله مسبباً أن ينظر العالم إلى قناة السويس وأن يعود المصريون لينظروا إلى قناة السويس ويعرفوا أهمية هذه القناة. حسيت بإيه؟ يعني إنه الناس ما كانتش مهتمة، إن ما كانش فيه اهتمام بهذه القناة، وفجأة عاد الاهتمام والشعور الوطني المصري واهتمام العالم كله بالقناة. صحيح. هو بس أنا هقول حاجة، يعني هو دايما المصريين قناة السويس بالذات في وجدانهم وقلوبهم، بس يمكن بتستدعى في توقيتات محددة يعني. فطبعا دي كانت حاسة كبيرة فاستدعت، لكن العالم كله بقى هو ده اللي أنا بقول عليه. فعلا العالم كان بدأ يقول إن دور قناة السويس بدأ ينحصر، إن ما في طرق بديلة كتير، وإن إحنا نبدأ نفكر في طرق بديلة. فهنا بقى لما بقى في الموقف ده حصل، الناس بدأت تبص لقناة السويس، في مراكب بقت موجودة ما بتمشيش. نقطة بقى إن في كافيه 422 مركب محجوزين ما بيمشوش، كان ممكن يمشوا ما بيمشوش، ما راحوش طرق البديلة اللي بيقولوا عليها دي. وبالعكس بقى في مراكب تانية كل يوم بتزيد مستنية وعندها ثقة إن إحنا هنحل المشكلة دي، والمراكب دي هتعدي تاني من المكان ده، ما خدوش طرق البديلة اللي هم كانوا بيقولوا عليها. فدي برضو إحنا بيقول العالم كله كان بيتكلم عليه إن البضاعة التجارة العالمية بتخسر، إن في تأثير على النقل البحري، قناة السويس أثرت، كل الكلام ده طبعا خلانا بصراحه يعني اشعر بالفخر، يعني بغض النظر عن الحادثه يعني يا جماعه. ايوه صحيح، لان دايما العالم دايما ما بيبقاش منصف، مش في كل الحاجات بيبقى منصف، فما كناش منصفين في الموضوع ده، فبداوا يبقوا منصفين لما بقى في مشكله واحنا واقعين في مشكله ومش عارفين نحلها، بقى منصفين.